محمد الضوء كريستو النهارده كان احتياطي في مباراه غينيا الاستوائيه وتونس، وده لاعب دولي ايضا كمان موجود في صفوف الاهلي. طيب بما ان بقى الاحتفالات مستمره، هل الاحتفالات في افريقيا بس؟ لا، ده وصلت لامريكا، في الولايات المتحده الامريكيه في تايم سكوير، يمكن ده من اشهر الميادين اللي موجوده في امريكا. مشجع اهلاوي عمل لقطه حلوه قوي، تعالوا نشوفها. شغال الاهلي عشق. الاهلي عشق. احدى شاشات العرض في تايم سكوير، احد الاشهر الميادين في الولايات المتحده الامريكيه، شفنا لقطه هدف الاهلي في الوداد المغربي. معايا على التليفون الاستاذ حسن ابو العينين، مشجع اهلاوي مصري عظيم عايش في امريكا. استاذ حسن، مساء الخير او صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير عندنا، مساء الخير عندكم. أهلا محمد بيك. سعيد، واهلا بيكم في قناه الاهلي. تحياتي الكابتن حشيش ودكتور احمد ثابت ليك. اهلا كابتن محمد حشيش. كابتن حشيش طبعا نجم من نجوم الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. قول لي بقى المفاجاه اللي انت عملتها دي ازاي، يعني اتفقت عليها ازاي، عملتها ازاي عشان يبقى هدف الاهلي موثق في احدى شاشات العرض في تايم سكوير، اشهر الميادين في الولايات المتحده الامريكيه. اولا مبروك للاهلي. الله يبارك لك. مصر مبروك لكل الوطن العربي، الاهلي مشرفنا. مبروك ال11 وعظيم ال12 باذن الله. انا مشجع اهلاوي طبعا، عايش طول عمري في امريكا من وانا عندي 19 سنه، بس انا الاهلي في دمي، بسافر معاه. انا اخر ماتش حضرته كان في رادس، جول محمد ابو تريكه في الدقيقه الاخيره. الفكره جت ان انا عايز اوثق الموضوع ده، وان انا حجزت الشاشه دي اسمها تكست، اكبر شاشه في تايم سكوير. انا حجزت عليها 15 ثانيه اعلان، هو ده الستايل. ومينا المعد عندي في الشركه، مينا، قلت له يلا مينا نعمل. بعد طبعا فرحنا ونزلنا وهيصنا وكده، قلت له احنا كان عندنا شغل يعني في نيويورك، قلت له يلا مينا نعمل ايه، اعلان 15 ثانيه ننزل فيه الجون ونحلي الاهلي ونفرح الناس. فعملت الاعلان، عملنا له الايديتنج ونزلنا في تايم سكور، وهو بينزل كل ساعه على فكره، مش مره واحده. تمام. يعني انا عامله لمده اربع ايام، وان شاء الله كمان المصريين طلبوا مني ان انا ازوده، وهنلبس تيشيرتات حمراء وهنروح يوم الاحد تاني في نفس توقيت الماتش نطبل ونغني. اه، وتحتفل. عملنا ده بعد الماتش ما خلص. احنا يمكن قناه اكسترا نيوز وقناه الاخباريه سجلوا معانا الاحتفالات اللي عملناها في ستان واي وفي الشوارع، بس كان الاعلان لازم ياخد وقت ويعدي على كوبي رايت وحاجات معينه. أكيد. والحمد لله انا استاذنت بين سبورت لي علاقه بيهم ونزلنا الهدف، والهدف الهدف عالمي. حصل تفاعل الهدف بينك وبين الجاليات العربيه لما شافوا الهدف ده في الميدان؟ طبعا، ده انا عندي تسجيلات تانية هبعتها لك للامريكان وهم بيتصوروا بيشجعوا الاهلي والمصريين، بس كانت الفرحه كبيره. وفي لقطات تانية هبعتها لكم يوم الاحد اللي جاي باذن الله. عاملين وقفه جميله عالم الاهلي مستنينه يجي من مصر والدفع، وهنعمل احتفال تاني وننزل برضه الاعلان تاني، وننزل بقى تاريخ الاهلي، بطولاته، الارقام. انا بحب الاهلي، والاهلي بيفرحنا، وجمهور الاهلي لازم يفرح. صح. وانا بشكر قناه الاهلي على اهتمامكم. لا العفو، ده بالعكس، دورنا انتوا كجمهور، انتوا رقم واحد والاساس بالنسبه لنا، فاحنا دورنا اللي احنا نبروز هذه الاحتفالات ونتكلم عن الدور اللي بتقوموا بيه. انا عايز اقول لك احنا كنا بنتفرج على الماتش مع بعض، ولما جه الجون الاولاني بتاع الوداد بعض الشباب كده بقوا نيجاتيف، قلت لهم الاهلي هيسجل. الحمد لله. الاهلي قوي، الاهلي ما يتهزش. انت لو تشوف حضرتك، انا حضرت قبل كده ماتش الوداد اللي خسرنا فيه، اللي هو اعتبرها مؤامره ان احنا نعمل ماتش واحد ذهاب واياب، مفيش. الموقف هناك صعب جدا حضرتك، الجماهير بتاثر بطريقه جامده، والشماريخ، انا ما كنتش شايف حاجه من الدخان. ويمكن سبحان الله لما وقفوا الماتش بعد الشماريخ والحاجات اللي عملوها دي، ربنا كرمنا واللعيبه رجعوا نفسهم. ومحمد عبد المنعم رائع، وانا عارف ان دي جمله تكتيكيه بيلعبها دايما محمد مع علي معلول. استاذ حسن، مش حظ ولا حاجه. اكيد. استاذ حسن انا بشكرك بجد بامانه، وكل التوفيق ليك، وبننتظر بقى منك كمان فيديوهات تانية فيها احتفالات
في تايم سكوير، لان اكيد حاجه هتبقى جميله جدا لما يكون الاهلي بشعبيته بجماهيريته واصله كمان لغايه الولايات المتحده الامريكيه. فشكرا جزيلا ليك وكل التوفيق يا رب لجماهير الاهلي في كل مكان. احنا بنيجي نقدم كابتن حشيش وبنتكلم على جماهير الاهلي، بنقول جماهير النادي الاهلي في كل مكان، في كل بقعه من بقاع الدنيا. صح.